عدن. منذ سنوات وناقوس الخطر يقرع في المدينة المحررة التي تتقاسمها قوات متعددة أبرزها الميليشيات المدعومة من الإمارات، لكن ما استجد اليوم هو حالة النفير العام التي أعلنها نائب ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك للزحف على قصر المعاشيق المربع الأمني الأبرز لقوات الشرعية. فإننا نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا ولقواتنا الجنوبية بأن تزحف إلى قصر معاشيق لإسقاط الخونة الذين ينتمون إلى ميليشيات حزب الإصلاح الإخوانجي الإصلاحي. البحث في خلفية التصعيد المستمر منذ الهجوم الصاروخ على معسكر الجلاء ومقتل قائد اللواء أول إسناد العميد منير اليافعي يحيلك إلى نوع من الالتباس بين المعلومة والتحليل. المعلومة أن ميليشيا الانقلاب هي من تبنت الهجوم على المعسكر، أما قراءة التبعات يفوح منها رائحة المستفيد أو المستغل للحدث، وكأنه كان منتظراً أو مخططاً له للقيام بتلك الانتهاكات التي طالت مواطنين من المحافظات الشمالية وصولاً إلى إعلان العزم على إسقاط الشرعية. لكن ذلك الإعلان يظل تهديداً مرهوناً تنفيذه على الأرض لما سيقرره التحالف، ذاك ما يراه الكثير من المراقبين ممن يؤكدون أن بن بريك ومن معه من الميليشيات مجرد أدوات بيد التحالف. ليبقى السؤال المهم الآن، ماذا يريد المجلس الانتقالي والتحالف من تصعيد الأوضاع في العاصمة المؤقتة؟ هل هو نوع من ممارسة الضغوط على الشرعية وكسب مزيد من الخنوع؟ أم أن الأحداث تأتي في سياق ما يشاع عن خلاف أو اختلاف في التوجه بين قطبي التحالف؟